السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خواتنا اللي في الغربه. رمضان كريم وصحه فطوركم لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. بعد ما انتظرنا بضعه ايام انتظرنا نشوفوا الصحافه الجزائريه تتكلم لنا وتعطينا بعض الاسباب ولا شكون المتسببين في ابعاد لاعبين نادي ليون بالاخص، يعني نذكر المغتربين نذكر نادي ليون، ابعادهم من المنتخب الوطني وممارسه ضغوطات عليهم. ولا صحفي تجرأ وتكلم، ما كانش، ما حبوش ولا يذكرنا حتى اسم صحفي اللي راهو يخدم مع، اللي تكلمت عليه سابقا يخدم مع ليون مع اولاس، ولا واحد تطرق الموضوع هذا ولا تكلم. صبرت صبرت صبرت، ما كانش صحافه اللي تكلمت. احنا كنا املين نوعا ما، انا لا بالينا، عندي قناعاتي، متاكد بواحد ولا صحافي يتكلم. من انتظر من حتى صحافي اللي يجي ويقول انا ولدي ما نسميش كار مجاني، من انتظر منه والو. ما ننتظر حتى من اي حاجه من صحافي اللي يقول انا جزائري اكثر من مبولحي، ما ننتظر منه والو. ما ننتظرش من صحافي اللي يتهكم على رياض محرز يقولوا لي فات وصار يصبغ شعره، ما ننتظر منه والو، ما ننتظر منه والو. لان هذم ما يبغوا ولا لاعب يجي، وخاصة ليون. أنا ما أعرف بصراحة، مدرسة ليون من أحسن المدارس في أوروبا، من أحسن المدارس في أوروبا. هما ما يبغوا ولا بيناسيونو يجي ولا مغترب يجي، خاصة أولمبيك ليون. هذا هما الناس ما يبغوا حتى لاعب، هما حابين يبغيو أنو ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني يكون إلا من نادي واحد، كنتوما تعرفوه منتخب محلي من نادي واحد. هذه حقيقة. إذا أنا خلاص يأس منهم، قطعت الياس، ما عادت عندي ولا ثقة في حاشا البعض، حاشا البعض. قلت أما لا، أي مدى ما هدروش اليوم نتكلموا وخلي الناس تعرف شكون الحركي وشكون اللي باش حركي، وقضية حركي اللي ما نبغيوش، ما عندنا ما نديرو بيها بياسين عدلي، وما عندنا ما نديرو بحسام عوار، وما عندنا ما نديرو بآيت نوري، وما عندنا ما نديرو بالعروسي. كي يكبر محرز ويعتزل محرز وماندي وفيغولي وابراهيمي ومبولحي وسلام سليماني، باش تلعب بطولة وادي كنيس حقيقة، بطولة اللي نوادي تاوعها كل تقصاو من الكوب دو لاكاف، من الشامبيونز ليغ تاع لافريك، كل طاعو، وكل خرجوا فضائح. هاي المشكلة، خرجوا كل فضائح، كي لاماسيا، كي كل أندية. ها تحبوا تبهدل، حابين كي نربحوا جزر القمر وجيبوتي نخرجوا نديفيلو، نفرحوا ربحنا جيبوتي، ربحنا البوراندي، خرجوا ديفيلو. هذه اللي حابين توصلوا لها، هاي قريبه بالطريقه هذه، قريبه نربحوا تشاد وموزمبيق ونربحوا الفرق الضعاف هذوك، نخرجوا نديفيلو، نفرحوا البرا ونخرجوا نديفيلو، هاي قريبه. اذا باش نخش الموضوع ديريكت، الصحفي الاول اللي طلع بسرعه البرق من واحد متخرج من الجامعه بسرعه البرق، طلع ولا رئيس تحرير، ومحمد بوحفصي القريب المقرب الاعز صديق لأولاس رئيس نادي اولمبيك ليون. باش ترضى عليك فرنسا لازم تكون شديات نتاعها، باش ترضى عليك فرنسا لازم تكون انت هو الناطق الرسمي على لسانها، باش ترضى عليك فرنسا لازم تحبيها، لازم تقدم لها قربان. القربان واش هو؟ انك تحرق ولاد بلادك، انك تكسر بلادك، انك تحطم بلادك، هذا هو القربان. وللاسف للاسف انه السيد هذا مولود في مدينه نحبوها كل الجزائريين، مدينه وهران الغاليه، وتحياتنا لكل خوتنا في وهران. للاسف. اذا هذا محمد بوحفصي باع ذمته وباع اصله، خلاص اصبح فرنسي ناسيوناليتي، خلينا من الجنسيه، اصلا عقليه كلش فرنسي، يخدم مصالح فرنسا. السيد هذا خرج قداش العديد من المرات يهضر بها ويتفاخر، انا من محبين جون ميشيل اولاس، انا من المحبين. الحق لحقت به انه حب يعرضه على عشاء في باري، صحافي يحب يعرض اولاس في باري. هذا من هذا اللي كنت تذكروا، بقى اللي خرج انه عوار راح يختار المنتخب الفرنسي وديشون راح يستدعيه بعد اصابه بول بوغبا.
وكل الصحف ترجع لارامسي المصدر، لان السيد يخدم في ارامسي، هذا اللي تسبوا ثم في عدلي وتسبوا في وفي حسام عوار وتقول لهم حركه، هذا ماهوش حركي، هذا نورمال، هذا لانه يخدم في فرنسا توفا بيان، تخدم في فرنسا راك مليح، بصح اللي يمارسوا عليه من الضغط حركه. اذا عاد حسام عوار حركي وياسين عدلي حركي والعروسي حركي واي نوري حركي، ابن ناصر قالها صراحة، بن ناصر عندي اختيار المنتخب الفرنسي للأمام وعندي المغرب، والجزائر هي اللي جرات وقالت لي تلعب معنا في ليكيب أ، قبلت الأ، هاو اختيارات خيارات، من هذا حركي، بن ناصر دركا معاش حركي، عاد محبوب الجماهير وهذوما حركة، عيب كلهم عيب باش نقول لهم حركة، كي بن ناصر كي مبولحي كي عدلي كي آية كي العروسي، عيب ولد واد سوف نقولوا له تحياتنا لخوتنا ولد سوف نقولوا له حركي، عيب عيب المستوى هذا، وما نحتاجوش، ما عندنا ما نديرو به، عندنا فلان وفلان 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 اللي عندك من تهدروا عليهم، او جي النهار وخلاص يعتزلوا، مبولحي جي النهار ويعتزل، ماندي جي النهار ويعتزل، في غولي ابراهيمي بن محرز اسلام سليماني كي يعتزلوا، باش تلعب تلعب بطولة واد كنيس، تلعب بطولة واد كنيس النوادي نتاعها كل تقصاو، اكل تقصاو بالفضائح ثاني، مام حتى نادي بارادو اللي نادي الاتحادية اللي قالوا لنا احسن فريق في الجزائر في التكوين، التقصاع بالفضائح بالرباعيات وبالخماسيات، ها عندناش نهار اللي بعدنا احتراف ونوادي قوية جزائرية وفارضة روحها في الافريق، معليش نجيبوا اللاعب المحلي معنا، حتى مشكل باللاعب المحلي ما عندناش، مادام ما عندناش نخدموا النوادي تاعنا تاع البطولة، نبنيو لي سباد، نديروا احتراف حتى معنى الكلمة، وما ننساوش ولادنا اللي في الخارج، نهار اللي نطلعوا المستوى تاع البطولة تاعنا نديروا منافسة، الأحسن هو اللي يلعب، مكانش بصح بالطريقة هذه رانا نمشوا عليها، يجي النهار نخرجوا نديفيلو مع من؟ مع جيبوتي، ربحنا جيبوتي، نديفيلو مع الموزمبيق، نديفيلو مع البوراندي، نديفيلو مع واش اسمها جزر القمر، نديفيلو مع جنوب السودان والصومال، نديفيلو نفرحوا بالطريقة اللي نمشوا هذه نمشوا بها، بالطريقة اللي نمشوا بها، والنهار اللي يروحوا يعتزلوا اللاعبين تاعنا ما لقاوش منين، عندنا ما عندناش اتحادية، وهذا من الجوار حرقناهم كل قلب لهم حركة، إذا باش نقابلوا قابلوا تاعنا، وكي نربحوا فريق من هذا من جيبوتي نخرجوا نديفيلو نفرحوا ربحنا كوب دافريك، ما عادش نشوفها، إذا هذا موضوع آخر، خرجت على الموضوع أنا خلاص. إذا بوحفصي هذا محمد بوحفصي اللي معروف الولاء التام لجون ميشيل أولاس، وهذا يعمل المستحيل باش ولا لاعب في المنتخب الوطني خاصة من لاعبين نادي أولمبيك ليون يلتحق بالمنتخب الوطني، هذه ما تقولوهاش الصحافة الجزائرية، تعرفوا طيحوا غير حركي حركي ما نحتاجوش حركي يخير بروجي سبورتيف فرنسا كذا كذا، هذه ما تحكوش عليها، هذه أهم عامل. نفس الشيء الصحفي الاخر اللي دهشت انا لقيته جا يتفرج في الكوب دافريك مع جل المصر، تفرج في ليكيب في ليكيب نتاع ليكيب ناسيونال، وانت في نفس الوقت تهضر اولمبيك ليون ليكيب دو فرانس، ليكيب دو فرانس لازم يلعبوا في ليكيب دو فرانس، دير عليهم في الضغط، انت من جهه بلال غازي من جهه تتكلم على اللاعبين انهم لازم يلعبوا في المنتخب الفرنسي، ومن جهة أخرى تروح لمصر، علاش تروح لمصر؟ علاش تروح لمصر؟ ومصيبة كبيرة، إنه هذا الصحفي بلال غازي بروبوز عليهم بن ناصر لإدارة أولمبيك ليون، ونحن نعرف أولاس عنصري بامتياز، ما يشمش ريحة الجزائر، خاصة لما يعود لاعب معروف ولا باين باش يلعب في أولمبيك دي ليون، يبان ويبان انترناسيونال لاعب دولي جزائري باين عنده قيمة، لازم كاش بسبب العنصرية ما قبلوش بن ناصر، الحمد لله بن ناصر في ميلان وما هيش قضية عام زوج، تلقاوه في فريق أكبر من ميلان، قضية وقت. إذا الشيء اللي يضر أنه لاعب هذا من الصحفيين الزوج، ممكن كاين أخرين احنا ما نعرفهمش، هذا الزوج هذا نعرفه، هذا من الصحفيين اللي يخدموا فرنسا، لن تقول لك مزوز كلمة واحدة، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، والله ما يرضوا عليك، تشيتوا 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 على بالنا احنا تشيتوا مصالحكم،
هذا بوحرسي كان خريج جامعة، طلع قوة الصاروخ، ولا رئيس التحرير. وهذا بوحرسي في مقالاته دائما يهضر على عوار ويصور مع عوار ويدير محرر. هذا دار معاه لقاء، كان شفتوه في العام اللي فات، دار لقاء مع حسام عوار، هو اللي مقالات دوكا تهضر سابقا باللي دوشون استدعى عوار باش يرومبلاسي بول بوجبا. منين جبتوا المعلومه؟ جبناها من ار ام سي سبور. ار ام سي سبور شكون اللي يخدم فيها؟ هاكا بتعرفوه، اللي يكره الجزائر، اللي يحب يرضي سيادو، يرضي اولاس ويرضي الاتحاديه الفرنسيه وديشون. عيب. انا هذا اللي تغيرني كعاد بولود في 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 وهران، يعني انا وهران فيها الرجال، فيها الناس الطيبين، فيها الناس الكرامه، فيها الناس اللي طحات على البلاد هذه، يعني عيب. تمنيت ان الصحافه الجزائريه تتكلم على هذا من الزوج الصحفيين اللي يعملوا ضغط كبير ولوبي كبير باش ولا لاعب اولمبيك دي ليون يلعب في المنتخب الوطني، لكن للاسف ولا صحفي يتكلم وما يحبوش يتكلموا. لكن الحمد لله كما وعدناكم كشفنا، ومازال نزيد نكشف، نكتشفوا امور اخرى ما نبخلوكمش. وين ما نلقاو حاجه راحين نتلقاوها في الصفحه نتاعنا، تلقاوها في القناه تاعنا، قناه اليوتيوب. اذا في الاخير ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.